الأجواء الربيعية اللطيفة، خلونا نعرف سوا شو هي درجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بنشرتنا الجوية لليوم. خلوكم معنا. أما هلا طبعا بدون أو تفاصيل أكثر، يعني بدون ما تكون عنا نشرة جرافيك، خلينا معها نكون اتصال مباشر مع مدير مركز ألباس للأرصاد الجوية الأستاذ ماهر حسن. يسعد صباحك أستاذ ماهر. أستاذ ماهر إذا أنت معنا على الهواء. مشاهدينا خلينا نروح سوا لفاصل صغير لبين ما جهز الاتصال مع مدير مركز الباس للأرصاد الجوية لنعرف شو هي درجات الحرارة المتوقعة وراجعين. رمضان الخير، رمضان كريم. وما أجمل الأيام التي تقربنا إلى شهر الخير والبركة. نسائم تفوح بعطره وتملأ الجو بالنفحات الإيمانية. ومعكم في أيامه المباركة سنكون على موعد مع باقة من برامجنا ومسلسلاتنا الدرامية التي يفوح منها عطر البركة الرمضانية في الأسواق والبيوت، الأماكن العامة ومواقع العمل المختلفة، حيث تحل بركة الشهر الفضيل. نقدمها عبر المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية، قناة أوغاريت وإذاعة أمواج، لنكون معنا نعيش الأجواء الحميمية لشهر الخير عبر برامج منوعة نضيء فيها قناديل الحب والشوق للشهر الضيف الذي يحل علينا ببركته، ونحتفي به ببرامجنا ومسلسلاتنا الدرامية. تابعونا في قناة أوغاريت وإذاعة أمواج من المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية. رمضان كريم. وهلا صار الاتصال معنا جاهز مع الأستاذ ماهر حسن مدير مركز الباس للأرصاد الجوية. يسعد صباحك أستاذ ماهر. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا. سعد صباحك ورمضان كريم. يعني احنا عم نشوف الاجواء الربيعيه اللطيفه، يعني في تقريبا الجو عم بيكون معتدل، فخبرنا اكثر عن اخبار الطقس، شو هي رح تكون بالايام القادمه ودرجات حراره المتوقعه ايضا. نعم، هلا في تقلبات، طبعا هو فصل الربيع فصل التقلبات. خلال اليومين، يعني اليوم ترتفع درجات الحراره ارتفاع ملموس لتصبح اعلى من معدلاتها بحوالي 5 إلى 7 درجات مئويه، والجو يكون حارا بشكل عام وغائما جزئيا، وذلك بسبب امتداد منخفض جوي سطحي حار هو المنخفض الخماسيني، لذلك تكون الأجواء حارة ومغبرة وخاصة في المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية من البلاد، وتكون الأجواء سديمية طبعا عادة مع هذا المنخفض، مع المنخفض الخماسيني تكون البداية دائما مغبرة وحارة، ولكن إذا التقى مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا أعطى في نهايته أمطارا غزيرة، كما هو الآن، حيث يبدأ أو تبدأ مقدمة منخفض جوي علوي بارد من الشمال بالتقدم إلى منطقتنا، وبالتالي بالالتقاء بالمنخفض السطحي، لذلك من المتوقع أن تبدأ حالة عدم استقرار يوم غدا الثلاثاء مع انخفاض واضح على درجات الحرارة لتصل إلى أدنى من معدلاتها في جميع أنحاء البلاد. وتتحول الأجواء، يعني الأجواء تتحول من حارة ومغبرة اليوم إلى باردة غدا، إلى باردة نسبيا غدا وماطرة، وتكون غزارة الأمطار في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد، حيث يحذر من السيول في تلك المناطق. وبالنسبة للمنطقة الساحلية تكون الأمطار غدا الثلاثاء متفاوتة الغزارة ومتفرقة، تزداد الغزارة يومي الأربعاء والخميس مع بقاء درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بشكل ملموس، يعني بحوالي 3 إلى 4 درجات مئوية، ومعدلاتها في شهر نيسان في المنطقة الساحلية تروح بين 20 و22، يعني حتكون اليوم مرتفعة أعلى من معدلاتها وغدا أدنى من معدلاتها. يعني هيك الفروقات كثير كبيرة عم تكون درجات تماماً. الحرارة في فروقات حرارية واضحة، يعني بين اليوم وغدا واضحة جدا. بالنسبة للرياح السطحية متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيف والمتدهي والبحر خفيف ارتفاع الموج. درجات الحرارة المتوقعة في المنطقة الساحلية لليوم هي عظمى 28 وصغرى 19. غدا تنخفض إلى حوالي 19 أو 20 درجة مئوية، يعني تنخفض حوالي 8 أو 9 درجات. ويكون الطقس بشكل عام خلال اليوم غائم جزئيا. المنطقة الجنوبية عظمى 27 وصغرى 17، والطقس غائم جزئيا مع أمطار خفيفة.
المنطقة الوسطى عظمى 27 وصغرى 14، والطقس أيضا غائم ماطر على فترات. المنطقة الشمالية عظمى 26 وصغرى 14، والطقس غائم جزئيا مع أمطار متفرقة. المنطقة الشرقية عظمى 25 وصغرى 17، والطقس غائم جزئيا وسديمي مغبر مع أمطار خفيفة ومتفرقة. يعني المنخفض الجوي تبدأ الفعالية إن شاء الله اعتبارا من يوم غدا الثلاثاء، وتستمر حتى صباح الجمعة. تنخفض درجات الحرارة غدا حوالي 7 و8 درجات مئوية، يعني تصل إلى أدنى من معدلاتها تقريبا. في فرق إذا نعم، منخفض مرتقب قادم كما ذكرت أستاذ ماهر. نعم. وطبعا هذه الفروقات اللي احنا عم نشوفها فعلا تقلبات كتير كبيرة يعني بدرجات الحرارة وأيضا حالات الطقس. في يعني هذه العاصفة الرياحية اللي شفناها مبارح ممكن أنه تتكرر خلال طبعا هذه الفترة؟ طبعا ممكن تتكرر، يعني دائما يعني تترافق مع المنخفضات الخماسينية. نعم. واللي هو فصل الربيع هو وقتها يعني وموسمه، موسم الرياح الخماسينية أو المنخفضات الخماسينية التي تهب من المناطق الجنوبية الشرقية من البلاد، وهي مناطق حارة ومغبرة نوعا ما، لذلك يعني هو فصلها وموعدها وموسمها. نعم، بشكرك جزيل الشكر الأستاذ ماهر حسن مدير مركز الباس الأرصاد الجوية لهذا التوضيح حول طبعا أحوال الطقس. بنتشكرك ويعطيك ألف عافية. يا أهلا وسهلا، يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا لك ويسعد صباحك.